تفقد اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية أعمال التأمين في لجان مدرسة الخلفاء في مصر الجديدة، والاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للقوات والوقوف على مدى جاهزية واستعداد عناصر التأمين لمواجهة أي مواقف طارئة. ومن المنتظر أن يتفقد قائد المنطقة المركزية عددا من اللجان الجامعة العمالية ثم مدارس حي الزمالك.